السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية للجميع وكل عام وأنتم بخير، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، وأتمنى بأنكم قد قضيتم إجازة عيد سعيدة، ومستعدين إن شاء الله من الجوع بمعنويات أكبر للعمل على بيئة برنامج الأفكار 2013. طيب أنا أبو مشير بأمامي معنا، سوف أبدأ بمراجعة الأشياء التي تم أخذها في المحاضرات السابقة ما دام الصوت موجود معنا واضح مستوى الورد. بدأنا في بداية الأمر معنا الانترودكشن برنامج الأوتوكاد وشرحنا موجهة البرنامج، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الآن الشير سكرين شغال، أتمنى أن الشير سكرين شغال للجميع. إذا كان الآن الشير سكرين شغال للجميع فنضغط على رقم واحد، إذا كان الآن الشير سكرين شغال للجميع فنضغط على رقم واحد. المحاضرات الأولى أخذنا مقدمة عن برنامج الأوتوكاد وعملنا شرح لجميع الموجود في سطح برنامج الأوتوكاد وتسمى الانترودكشن، وأخذنا محاضرات تعريفية عن البرنامج. في المحاضرة التي يليها أخذنا آلية عمل التمبلت، واللي هي أخذنا شفتها رقم اثنين، واللي هي استخدمنا فيها أن هي تم فتح مصنع جديد عن طريق أوبن ويندوز تمبلت ماتيك، وعرفنا من خلالها كيف آلية عمل اللايرز الموجودة أمامنا، وأيضا كيف نقوم بتحميل خطوط السنتر لاين وهي الخطوط الموجودة أمامنا وخطوط الهيدن لاين كم موجود معنا في الشكل. ثم بعد ذلك ضبطنا السكيل بالنسبة للدايمنشنز وعملنا له لاير خاص بها سميناه دايمنشنز. ثم بعد ذلك قمنا بحط هذا التمبلت على اسم، وكل واحد تركنا لها خيار في وضع الاسم المناسب لهذا التمبلت. بعد ذلك قمنا بشرح الهوم او تعرفنا على آلية اظهار واخفاء او التحكم بالورك سبيس اريا، وهي بيئة العمل في برنامج الاوتوكاد 2013، وهنا يتم من خلال الزر او الشريط الموجود اعلى البرنامج في الركن الايسر العنوان البرنامج الذي يسمى كاستمايز كويك اكسس تولز بار، ومن خلاله يتم الدخول على نلاحظ ان اوتوكاد 2013 يحتوي على اربع واجهات او اربع خيارات لبيئة العمل في الاوتوكاد الكلاسيك، ولكن هناك فرق بين الاوتوكاد NT والاوتوكاد الجنرال او الكلاسيك اللي نعمل عليه الان، لان هذا يحتوي على اربع بيئة عمل من ضمنها بيئتين للعمل في المورنينج 3D وال 3D بيسك، بينما الستار اوتوكاد NT والستار الاختلاف بين الليلتي والاوتوكاد هذا بين الليلتي متخصص فقط في الرسم 2D ولا يمكن الرسم على 3D. اما بالنسبة لآلية التنقل بين هذه البيئتين هنا بالضبط على 3D بيسك، نلاحظ انه يتم تغيير بيئة العمل في الاوتوكاد الى بيئة العمل ثنائية الابعاد، و 3D موديلينج تحويل الاوتوكاد الى بيئة العمل في انتاج وعمل التصاميم ثنائية الابعاد، وهذه الواجهة ان شاء الله سوف نتحول فيها او نتحول لها عندما نبدأ بالرسم في بيئة العمل ثنائية الابعاد. اما اوتوكاد كلاسيك كانت هي الواجهه القديمه التي تعود عليها كثير او اغلب المهندسين القدامى المستخدمين لهذا البرنامج، ولكن قد اتفقنا مع بعض من خلال استبيان ان يتم العمل على هذه البيئه 2D ولكن باستخدام الريبون، شريط الريبون وهي الواجهه الجديده لبرنامج اوتوكاد، وهي اسهل من الطريقه الاولى بأنه قد تم وضع جميع الأوامر أو جميع اختصارات الأشرطة في شريط واحد يتم التنقل من خلال التاب وعناوين التاب، وتحتوي على جميع الأوامر ومقسمة إلى عدة أشرطة سميناها بانلز، ومن خلال درو قد قمنا بشرح الهوم وقائمة درو والموديفاي. بقي لدينا نتطرق ونتعمق في اللايرز والدايمنشنز، وبالنسبة للبلوك قد شرحنا آلية البلوك، وأيضا اليوم سوف أقوم
كانت شرحة. أما بالنسبة للجروب فيز هي عبارة عن خصائص. أيضا بالنسبة للجروب سوف إن شاء الله نتكلم عن الجروب وآلية فك الجروب وآلية إضافة أشكال لهذا الجروب. وأمر الآلة الحاسبة أو تحتوي على الميجر وهي إيجاد أو حساب المساحات والأطوال والمسافات في بيئة العمل الثنائية والثلاثية فيما بعد. ومعانا البنت ستايل وهي منالي أو المنطة وقد شرحنا ذلك سابقا. ثم شرحت واجهة الورك سبيس إيريا التي تتكون من هذا الشريط الذي من خلاله يتم إضافة الشريطات دائما سوف نحتاجها في بيئة العمل الثلاثية فيما بعد، والذي هي الفيو كاب الذي ظهر بالشكل الجديد الذي تم إضافته في الإصدارات الجديدة من 2010 إلى 2013. وأيضا الستيرين وورد سوف نستخدم هذا الشريط عند العمل على الكاميرا أو تطبيق المناظير الداخلية والخارجية في الأوتوكاد أو شرح رسومات معينة من الزبون. والنافيجيشن بار هو هذا الشريط الموجود أمامكم في بيئة العمل التي لا أحتاج لها، ولكن سوف أحتاج لها وأتطرق في عمل العمل بواسطتها في بيئة العمل الثلاثية تلبا. وشرحنا الجزء كروسين هي رمز الإحداثيات السين الصوتي أو السيجنتشر كوردينيت. وممكن معنا زر المنشر ثم دخلنا على شريط الواي أوت وتحتوي شريط الستاتس بار. تطرقنا في شرح شريط الستاتس بار إلى أغلب الأوامر، وقلنا أن تحركة الماوس يتم فيها إكس والواي، ودخلنا إلى المود وقلنا من خلال المود أنه يتم من خلال المود والذي يليه. المود معناها من أين الآن شغال على صفحة تسمى المودل أو المودل، والذي يليها اللاي أوت أو كليك فيو لاي أوت، عند الضغط عليها يقوم بعرض ورق الطباعة. وعند الضغط على هذا الأمر يقوم بعرض ورقة طباعة أو عبس من خلال المشروع. إذا كان لدي مشاريع كثيرة ومتعددة فاتحة في برنامج الأوتوكاد يتم عرضها أمامي وأتنقل من خلال اللاي أوت الموجود لهذه المشاريع. ثم موجود لدينا زر يسمى الانوتيشن سكيل وهو خاص بالسكيل. فلو لاحظنا يا شباب وانا ارسم في بيئة العمل الاوتوكاد 2D لو اخذت لاين في بيئة السنتر سنتر لاين اخذت واخترت عن هذا الخط 12 متر، لو غيرت السكيل الى 1.1 واخذت اللاين وحولت الى 12 الاحظ ان السكيل قد غير من خاص بينما نحن في المحاضرات السابقة قد شرحت لكم آلية تغيير هذا الأمر. قلنا أن يتم إظهار شريط أو شريط الدوائم المسدلة الذي يسمى المنيوز من خلال كتابة الأمر في الكوماند لاين منيو بار انتر واحد انتر، ومن خلال الدخول على فورمات أدخل على شيء يسمى اللاين تايب، ومن خلال هذه البيان أقوم بتغييرها أو إعدادها. ففي بعض الأحيان أو أغلب الأحيان أنا عندما أقوم بتغيير هذا البيان ألاحظ أنه لا يتأثر الشكل في هذا المكان، والسبب في ذلك يعود إلى السكيل. فأقوم بتغييره إلى 1 إلى 100 أو 100 إلى 1، فأقوم بالرسم مرة أخرى فألاحظ أنه قد تم تعبير السنتر لاين بالشكل المناسب وبحسب السكيل التي يتم العمل من خلالها. الموجود معانا هنا البوفل او رمز هنا رمز عفوا الورك سبيس سويتشنج، وهذا الزر البني هو نفس هذا الرمز هو نفس الشريط اللي موجود معي في الاعلى في شريط يسمى الكستمايز كويك اكسس تولز بار. هو نفس الزر ومن خلاله يتم التنقل بين بيئه العمل او واجهه بيئه العمل في الاوتوكاد، ويتم ايضا يتم إضافة أشرطة أو إضافة أيقونات جديدة لواجهة برنامج الأوتوكاد. وأريد الآن أن أقوم بحفظ هذه الأيقونات، أقوم بالضغط على سيف كارنت آز، أقوم بعمل مثال على ذلك أننا نقوم بإظهار شريط يسمى البروبرتيز، وأقوم بسحب شريط البروبرتيز إلى الركن إلى الجانب الأيسر من البرنامج، أضغط على يد الزر اليمين أو منذ
الشمسية صار من شرب البروبرتيز في هذا المكان، والميز بار إذا تم تظاهرها. الآن أريد أن أحفظ هذه البيئة ببيئة عمل خاصة بي، أطول على سيف كاركترات وأضغط على انجينير وورك سبيس، أعمل على سيف، ومن خلال هذا ألاحظ أن تم إضافة انجينير وورك سبيس. عند بعض على درافت اند انوتيشن ألاحظ أن تم اختفاء المنيوز، وأيضا تم اختفاء شريط البروبرتيز الذي قمت بإضافته من دايمتر تولز من شريط المينز. أرجع إلى إظهار هذا الشريط من تست مينز، أحدد أو أختار إنجينير موبيل ورك سبيس. لاحظ أنها تمت أو رجعت البيئة على ما كانت عليه مثل ما أردتها أردت حفظها. ومن خلال هذه الطريقة يتم استخدام أو حفظ أكثر من واجهة عندما يكون هناك في شركة أو مكتب هندسي مستخدمين أكثر من مستخدم من جهاز، مستخدم فترة المسائية ومستخدم فترة الصباحية، وكل واحد له رغبة بالعمل بواجهة معينة أو بالتمرس على العمل بواجهة معينة، ليس هناك أي مشكلة. هل هناك أي سؤال إلى الآن؟ هل هناك أي سؤال إلى الآن من الحاضرين معنا في هذا الكورس؟ طيب إن شاء الله الصورة واضحة والصوت واضح. أتمنى بأن يكون الشير سكرين واضح لدى الجميع والصوت واضح إن شاء الله. إذا كان واضح أكتب رقم واحد بس لأجل أطمن أن الكل متابعني لهذا الشيء. طيب إذا أجهز على المراجعة السريعة على أساس ندخل على الدروس الجديدة. فبعد ذلك انتقلنا الى اي شيء لم اجيب لكم من شباب، وهو عند الخروج من الاوتوكاد الذي حضر معي المحاضرة السابقة، والناس الموجودين معنا يقولون عند الضغط على نيو او فتح صفحة جديدة او الاعداد تمبلت جديد، ادخل على نيو ولا اضغط على هذا التمبلت الموجودة السابقة او الستاندرد المعدة المسبقة الموجودة لشركة اوتوديسك، بل ادخل على او اضغط على المثلث الموجود بجوار زر اوبن واختار من اوبن ملتي متريك، ثم بعد ذلك ادخل على خاصية اوبشنز واقوم بتعديل في هذا القائمة في الديسبلاي واليوزر ديفرنسز، وارجو من الحاضرين معنا الان الجدد ان يراجعوا المحاضرات السابقة فقد ذكرت آلية التعديل فيها، ثم ادخل على يو ان انتر واختصار يونكس دائمة فورماتس وأعدل في هذه الدائمة، وأيضا ذكرت ما نعدل فيه، ثم أكتب LA Enter وهو اختصار اللايرز، ثم أقوم بإنشاء الطبق اللايرات أو الشرائح أو الطبقات التي أعد معها مسبقا كما في التمريض الخاص بنا، ومن خلال الأوبشنز أنا أستطيع الدخول إلى الأوبشنز دون الرجوع للاختصارات إذا كان هناك صعوبة لبعض المستخدمين أو المستخدمين الجدد لهذا البرنامج. بضغط بالزر اليمين ثم اختار من خلال اوبشنز وادخل على الديسبلاي واليوزر بريفرنسز، او بضغط على دائمة التولز واختار اوبشنز، او ادخل من دائمة فورمات واختار يونتس، وايضا من دائمة فورمات واختار لايرز. اتمنى بهذا ما يكون هناك عدد من الجميع. طيب لاحظنا وجميع المتدربين الحاضرين معنا في المحاضرات الاولى انه عند الضغط على نيو انا متطلب لهذه المهمه اللي تسمى سلكت تمبلت، حدد التمبلت الخاص بك او اضغط على هذا المثلث واعمل لك تمبلت خاص بك، اما امبريل، وبما الامبريل هو نظام الانش والفيت وهو النظام البريطاني، والمتريك هو الامريكي، والمتريك هو النظام المعتمد للشرق الاوسط، فنظام العشري او المتري. فانا اتي الان يا شباب الى شيء جميل، لو دخلت مثلا على التمبلت الخاص بي ودخلت في الكومند لاين وكتبت الامر الثاني، ارجو من الجميع لمن يستخدم الاوتوكاد الاستعارات القديمه انه سوف يلاحظ ان فتح صفحه جديده، لان الاوتوكاد يفتح لا
له صفحة بهذا الشكل. الآن ندخل على ستارت اب انتر. الاحظ انه اعطاني قيمة صفر فاغيرها الى قيمة واحد انتر، ومن خلال قيمة واحد اغلب على هذه الصفحة وادخل على صفحة نيمي. ماذا الاحظ يا شباب؟ ارجو واحد من الحاضرين معنا يكتب بسريع ماذا لاحظ او ما هو الفرق بين او ما هو ماذا عمل لنا من اختلاف امر الستارت اب. سيد احمد السابي على المجامع، اختيار نظام الوحدات اعطانا اختيار للواجهه. احسنتم كليكم واهلا بك كمان وسيد احمد ابو زيد والحمد لله على سلامتنا كمان من الحج. بالنسبة للاختلاف هو كما ذكرتم وإضافة على ذلك لأنهم قد عملوا صف نافذة جديدة تسمى create new boundary، وهذه من خلالها أختار في معناها start from sketch بمعنى الإمبريال والمتريك. فلما ضغطت على المتريك لاحظ كأنني ضغطت على هذه كأنني ضغطت على القائمة الأولى وضغطت على المثلث اللي كان موجود معنا بجوار أوبن واخترت ايش؟ متريك. أما الطريقة الثانية اللي هي يوز تمبلت، من خلالها أستطيع تحديد أي تمبلت وأقوم باختياره ثم الرسم مباشرة من داخل هذه الصفحة ومعدة مسبقا لمن كان مستعجل لتدبير المشروع بصورة سريعة لوجهة عمل. أو أني أقوم بإغلاق هذه الصفحة وأدخل على نيو وأدخل على شيء يسمى اليوز أويزر وأختار منها أدفانس سيت أب، ومن خلالها أتم بتحديد الخيارات التي كان عملها أوبشنز واليونتس. ألاحظ أنه يقول لي قسم النظام العشري والبوزيشن الدقة أو كم عدد أو كم بدل بعد الفاصلة العشرين. فلو اعطي المقدر على ميكس الان يقول لي الزاوية ديسيمال ديجري، لان انا استخدمت النظام العشري فلا بد من اعداء ديسيمال ديجري للزاوية. ثم انتقلنا بعد ذلك على ميكس يجيب معنا الانجل ميجر وهو تحديد الاتجاه الشمال او سيلكتيف دايركشن دايركشن فور انجل موفمنت. فاختار على ميكس فايضا يقول لي كونتر كلوك وايز أو كلوك وايز. دائما يا شباب الأوتوكاد الديفولت تبع الديفولت تبع دائما هذا السؤال يتوجه لكم في اختبارات الدرس أنه بيكون عكس عقارب الساعة اتجاه الدوران اتجاه المصفوفة من نوع بولر بيكون عكس اتجاه عقارب الساعة، بينما الخيار لو أعدل الخيار إلى كلوك وايز سيكون مع اتجاه عقارب الساعة فأدعه الديفولت بكونتنت كلوك وايز أول كونتر كلوك وايز ثم أضغط على نيكست. فالآن يقول لي enter the area you want to restore to the full scale units، حدد الصفحة اللي يراد الرسم عليها بنظام الجريد أو كم حدود الصفحة التي تريد أو تحب أن ترسم عليها. وإذا عملت هذه الخصائص سوف تستفيد من السكيل الموجود في الستاتستار. فالآن مثلا لو رسمت المشروع التبعي الذي سوف أقدمه للجامعة، أنا طالب ومستخدم برنامج الأوتوكاد وأحب تقديم المشروع لأستاذي أو مشرفي أو دكتور في الجامعة، فلا بد أن أقدم على ورقة A1 A0 إلى آخره من الأوراق، فأقوم بتحديد المسافة التي أريدها ولكن بنظام الملي بالملي. فأدخل قيمة الورقة بالوحدات الملي ومن خلال ذلك أقوم تحديدها على أنها نظام الـ A3 ثم أضغط على Finish. ألاحظ أنه قد تم عمل هذه الصفحة والوضع على الجريد قد تم استيراد هذه الشبكة والوضع على الأسناد مود. من خلال ذلك سوف أستخدم هذه الجريد أو الشبكة أو الحدود لهذه الصفحة. أتمنى من الله أن يكون وضح لكم الستارت أب شريط يسمى الستارت أب، وأنا لم أتدرج فيه في الستارت في المحاضرات السابقة لأنه صدت مني سهوا،
فلم يكن أحد في الأرض منكم. فأرجع الآن مرة أخرى أدخل على صفحة جميلة من نوع ماتريك. أوكي زميلنا فواز الحصان يسأل من فين دخله؟ ندخل الآن من الكولين بلاين. أكتب ستارت أب انتر في الكومنت لاين، ثم ادخل قيمة زيرو انتر. اذا ضغطت على واحد اذا يكون بيظهر النافذة كما شرحتها قبل قليل. اذا ضغطت قيمة زيرو فيلغي لي هذه الخاصية ويرجع الى الخاصية الديفولت الموجودة معايا في برنامج الاوتوكاد كما تعودنا عليه دائما. ارجع الى الفيل ويساعدني في تذكر الاشياء اللي تم اخذها سابقا في المحاضرات. اخذنا بعد ذلك الشابتر انبوت داتا ثم تدربنا بعد ذلك على شيء يسمى الاوبجكت سناب. والستاتس بار قد شرحت كثير يا شباب فيه. وايضا قلنا هناك خيارات وأريد تدمير او تصدير بالنسبه للسناب. وشرحنا بعد ذلك على الاوبجكت سناب وقلنا ان الاوبجكت سناب يتم الدخول اليها او من ضغط بزر يمين على سيتي واختار من خلالها هذه الاوامر او بالضغط على الشيفت بزر اليمين واختار الخصائص. الفرق بين هذه الخاصيه وهذه بزر اليمين عن الاوبجكت سناب سيتي أن هذه يتم اختيارها بشكل دائم ويتم تفعيلها بشكل دائم وثابت، بينما بالزر اليمين لا يتم تفعيلها بشكل دائم. ألاحظ أن هناك 3D أو Object Snap 3D وبيئة العمل 3D، وهذه بالنسبة لبيئة العمل 2D. وفي معنا شيء اسمه Between Two Point لتحديد مدة منتصف من شكل. وفي معنا البوينت فلترز وفي معنا التمبرتشر تشيك بوينت والفلور هي نفسها الاكستنشن الموجوده في الاوبجكت سناب. شرحنا الاكستنشن او هي نفسها البورد تراكنج الموجوده على هذا المكان اسمها الاوبجكت سناب تراكنج اختصارها F11. الفائده من التراكنج يا شباب هو انه يعمل لي خط اخضر ونسمي هذا extension line خط مساعد يتم من خلاله تحديد قيمة افتراضية للبعد من هذا الخط. على سبيل المثال لو رسمت هذا الخط بمسافة ولتكن 8 انتر ثم ضغطت على سبيس لتكرار هذا الامر او بالزر اليمين واخترت repeat line لاعادة اخر امر الاوبجكت سناب. ثم بعد ذلك تدربنا الى الميني وورد تراكنج او دخلنا الى كيف نعمل سيلكت للاوبجكت وكيف نفعل الموف اوبجكت والكوبي الى اخره من الامور الموجوده في شريط التاب. في شريط ايش نسميه يا شباب؟ ريبون. هذا الشريط ريبون. قلنا لاستخراج هذا الشريط من بيئة الاوتوكاد اضغط بالزر اليمين واختار ارم دوك. الاحظ ان هذا الشريط قمت باستخراجه من مكانه الموجود فيه. هذا الشريط يسمى ريبون. دبل كليك عليه يعود الى مكانه او على مكان عليه في الاوتوكاد في المنظمة الرمادية. ادخل على تاب يسمى هوم باسم تاب وموجود داخل التاب اشرطة او كان يسميها سابقا في الواجهه الاوتوكاد كلاسيك كان يسميها تولز بار بروبرتيز تولز بار لايرز تولز بار موديفاي تولز بار درو تولز بار. الان لا صارت التاب هوم وبانلز الادوات الموجوده درو بانلز ادوات درو. هذا بالنسبه للواجهات الجديده للاوتوكاد. ثم بعد ذلك شرحت لكم الاوامر الموجوده في دائمه درو ومن خلالها شرحت اللاين والبوليجون والسيركل والارك والى اخره من هذه الاوامر. في امر لم استطع شرحه لكم هو ريبيجن كلود بسبب ان جهازي كان معطل او
كانت هذه الخاصية لا تعمل، ولكن الآن سوف أقوم بشرحها لكم بشكل مباشر. لنفترض أنه موجود معي ريكتانجلر بالزر اليمين، لو عملت ريكتانجلر واختصاره R E C Enter وضغطت في هذا المكان اليمين واخترت Dimensions، من خلال Dimensions أكتب بينه ولتكون 10 Enter 10 0 Enter، ولكن هذا عبارة عن غرفة 10 متر في 10 متر أوفست، نخليها ب 120. الآن أفترض أنني أريد في هذا المكان عملت شكل أو تكسير أو شكل أريد من المعماري أو من مهندس الكهرباء أن يركز على هذه النقطة، أريد منه أن يركز بأن الجدر في هذا المكان موجود خلفه أو مبنى كبير أو هذا الجدر ساند أو إلى آخره من هذه الأشياء. فألاحظ أنه يركز الشخص عندما يكون البلان كبير جدا، أحتاج أن يكون علامة تنبيه أو توضيح بأن هذا الشكل يجب التركيز عليه. طيب يا سؤال، نلاحظ الموجود معنا هو الرسمة، الهدف منها أريد التركيز على هذا المكان. أضغط على الريفيجن كلور من دائرة الرو وأختار أوبن كم طول الأرك الذي أحتاجه، أو أختار أوبجكت ثم أضغط على شكل الدائرة أو رمز الدائرة. يطلب مني ما هو ياس، إذا ضغطت على ياس إيش يحصل يا شباب؟ بيحصل إن الأرك بيكون بالاتجاه الداخلي، اتجاه في الداخل. ألاحظ إن الأرك صغير جدا لهذه الدائرة. المطلوب ان احنا ايش نعمل يا شباب؟ نكبر دقة هذا الشكل. ادخل على ريفيجن كلون واختار ارك لون، وهو الان 0.05 فاخليه 5، ثم اضغط على اخرج من الارك، اكرر الامر مرة اخرى، اختار على اوبجكت ثم اضغط على الشكل واقول يس. ايضا الاحظ انه ما زال من صغير. ريفيجن كلون خليه الاركين 5 والجيم كان 5 كمين ولا ايش المفهوم هنا؟ اجري 8. طيب اوبجكت واحد بهذا الشكل بس. تلاحظ انه الخمسة صارت ايش؟ صار حجمها كبير جدا يا شباب. فاختار على الريفيجن كلود واحد اعيد السكيل الى بوينت واحد، انتر على بوينت فايف، انتر انتر واختار اوبجكت. ثم لاحظ اذا ضغطت على الراس الاحظ ان الارك صار الى الخارج، ولو قلت كنترول زد وعملت كوري لهذا الشكل اثنين على اساس تشوفوا ايش الفرق اللي بينهما، أضغط على الريفيجن كلور وأختار على أوبجكت من الكوماند لاين أو بالزر اليمين على أوبجكت، أو أكتب في الكوماند أو إنتر. أضغط على هذا الشكل ثم أقول له أخلي الديفولت نام. ألاحظ أنه قد تم عمل الأرك من الخارج، وأنا كررت العملية واخترت أوبجكت واخترت على هذا الشكل وقلت له يس. ألاحظ أنه قد تم عمل الشكل من الخارج، ولو كنت ايضا بالرسم على عشوائي بالشكل فهذا يستخدم عن سحاب اشياء زي هذا. فالان يلاحظ انه عندما ادخل قياسات في دائما يجيب لي قيمتين، قيمه اعلى ارك وقيمه اقل ارك. فالمعماريين بعض المعماريين في الواجهات التودي السريعه بيستخدمها في رسم السحاب، يستخدم هذا الامر في رسم السحاب بهذا الاله، ويستخدم امر الهاتش بليمين على السيتي وياخذ امر الجريدينت، ممكن يخليه وان كلر، وعلى سبيل المثال يختار هذا الامر فيكون كشكل سحاب من الواجهه. هذا كان بس ما استطعت اشرحه المره السابقه بسبب عدم تفعيل هذا الامر في الاوتوكاد او في نسخه الاوتوكاد اللي كان موجود معنا. طيب إلى هنا، هل هناك أي سؤال؟ إذا ليس هناك أي سؤال في الموضوع رقم واحد حتى أدخل في موضوعنا بهذا اليوم.
الشايف كمان لحاله موجود معانا والباقيين فين راحوا؟ أبو بعد ذلك عرفنا عن الميرور والروتيت والكوبي والميرور وشرحنا كاملا. اليوم نتدرب في بعض الأشياء التي لم نتدرب فيها في المحاضرات السابقة. في معانا زي شريط اللايت، لو دخلت على سبيل المثال للتمارين الموجودة لبرنامج الأوتوكاد، لو دخلت على أي شابتر أكون في دخلت على سبيل المثال لشابتر كي شابتر 4، ودخلت على هذا المثال بالنسبة لجمعية كيميائية أو المدنية قصة شيء. طيب وما نريد البلان، افتح في البلان الخاص واترك من هذا البلان. هذا البلان هذا البيان الآن وأشرح فيه الورد. ألاحظ أن قتلنا هنا عند الضغط على أي عنصر، عند الضغط على أي عنصر ألاحظ أن اللايرز يقول بتغير. عند الضغط على هذا قصار ار ام اس تكست، عند الضغط على الجدران بالجابة للاير اسمها هاش جروس. عند الضغط على هذا أيضا نفس الشيء يجب أن في أي لايرز غيره. طيب هناك شيء اخر يا شباب في الاوتوكاد، هناك شيء اخر في بيئه العمل لدى الاوتوكاد، هناك شيء يسمى اللايرز 2. لايرز 2 هذا اسمه لايرز 2، شريط موجود كان لدينا في الاوتوكاد او المستويات السابقه لايرز 1 ولايرز 2. اللايرز 2 من ميزه اللايرز 1 انه يساعدني انا كمشرف على المشاريع أن أعرف آلية وضع العناصر في لايرات أو تنظيم هذه الأعمال ووضع كل عناصر في لايرها الصحيح وتصميم العمل بشكل صحيح من يقوم بالعمل من بعدي. فألاحظ أنه من خلالها تنظيمه ألاحظ أنه موجود فيها هذه العناصر 201 موجود فيها هذه العناصر، هذا اللايرز موجود فيه البيس إلى آخره من اللايرز، ومن خلال أستطيع التحرك على كل العناصر ومعرفة مدى تنظيم المهندس أو الرسام في برنامج الأوتوكاد ومدى دقته في آلية الرسم، وضع كل شيء في لايرها الخاص بتسهيل عملية الرسم في بيئة العمل وفي الأبحاث. طيب عند الخروج من اللايرز ورك ألاحظ أن اللايرز قد تم إرجاع جميع اللايرات الموجودة سابقا كأنني ضغطت على اللايرز بروبرتيز وضغطت على سيلكت أول، ضغطت على سيلكت أول ثم ضغطت على أف تيرم اللايرز أف، وبهذا قد أطفأت جميع اللايرات، ولكن الآن أقوم بإظهارها لاير لاير. فهذه هي نفس العملية السابقة، ولكن هذه كانت متعبة، ولكن من اللايرز أدخل على اللايرز 2 هي طريقة أفضل. طيب اختصار اللايرز ام اي اوفر، لأن اللايرز جميل أو نقوم بشرح اللايرز بشكل أفضل، نقوم بشرح اللايرات بشكل أفضل. ناخذ تمبلت جديد ليس فيه اي او شيء جديد لا يحتوي على اي صفحات. لاحظ الان انني عندما اعرض على اللايرز ال اي انتر انه يقوم باظهار هذا الشريط. هذا الشريط يحتوي في البدايه الاولية موجود معنا النيو لايرز والنيو في فيز ان اول ريبورت تجميدها او الغائها ديليت لايرز بحذف اللايرز او نسيت كارنت والت سي. على سبيل المثال لو اضغط على اللاير 1 انتر انتر 2 انتر انتر 3 انتر انتر الى اخره حتى اقوم بعمل
واحد يا شباب أننا عندما عرض على واحد فيتبني هذا كل الخط الأزرق هو الخصائص اللي ممكن نتحكم فيها في هذا اللاين، فأبدأ بشرح الآن. والفريز هما أمران لعمل واحد، الفريز يقوم بتجميد الشكل بينما الآن أو الأرض يقوم بإطفاء هذا الشكل. الفرق بينهما بأن الآن والأرض إذا قمت بتحريك الشكل لا يقوم بتحريك الأشكال الذي تم إطفاءها، بينما الفريز ممكن تتحرك مع الشكل أثناء تحريكه من المدة ولكن مخفيه. أما بالنسبة اللوك فهو يقوم بتكثير هذه الشريحة، وكل ما مرسوم فيها من عناصر لا يمكن حذفها أو تحريكها أو عمل تغيير لها إلا بعد فك هذا الورق. فعند الضغط على رمز الورق ألاحظ أنه لا يمكن الآن حذف هذا الشيء. يقوم بتطبيق هذه الأشياء عملية، فلو قمت بتغيير لون اللاير واحد إلى اللون البرتقالي ثم قمت بتصغير هذا الشريط وضغطت أمر اللاين اخترت هذا الناحية اخترت أمر اللاين. الآن لو دخلت على اللاينز وعملت له تكفير وفعلت تصغير لهذا الشكل، الآن لو ألاحظ أنه عندما أجي لزر المانشل وأقول الدليل إي إنفر أيش يقول لي؟ يقول لي مستحيل، يقول لي وان هاز إن لوك إن ألوكت لاير. هذا العنصر الذي تريد حذفه بالمساحة لا يمكن حذفه لأنه مبطل من اللاير. وأيضا مجرد ما أضرب فيه في الماوس ألاحظ أنه يجيب لي رمز القفل على هذا الشريط. طيب إذا أتيت بالكلر فمن خلاله يتم تحديد الألوان، أو ممكن ألوان ضوئية أو ممكن ألوان بتبرجات معينة لهذا اللايرز. اختار اللون الذي يناسبك. انتقل بعد ذلك إلى شرح اللاين تايب، ومن خلال اختيار الكونتينيو اختار على اللوب، ومن اللوب يتم تحميل من مكتبة الخطوط أنواع الخطوط التي يريدها. على سبيل المثال لو اختار هذا الخط الذي هو اس 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 ونقول اوكي وأقوم بتحميله ونقول اوكي، ألاحظ أن الخط قد تحول معايا من خط إلى خط عازل، من خط إلى خط عازل. فهذا يستفيد منه إخواننا المهندسين المدنيين والكهربائيين وغيرهم، حتى نحن في التصميم الداخلي إلى غيرها نستفيد من ذلك. فلاحظ مع الحين عندما أقوم بالرسم يقوم برسم لي إيش؟ خطوط وفق الخط الذي تم تحملته لهذا اللايرز. فبعدة اللايرز واحد السرعة في العمل، اثنين الدقة أو السهولة في تحديد العناصر، ثلاثة سهولة إخفاء وإظهار العناصر في بيئة العمل، أربعة سهولة وضع الخامات وتحديد أماكن التعديل عندما يكون كل عنصر على حدة من عنصر آخر في لاير خاص به. على سبيل المثال الأرضية في لاير تسمى أرضية، والجدران في لاير تسمى جدران، والنوافذ في لاير تسمى نوافذ أو ويندو إلى آخره. حتى أن بعض المهندسين يقوم برسم البلان ثم يقوم بتحويل أو بتسطير هذا البلان إلى بيئة العمل في 3D Max، ويقوم برفع البلان في بيئة العمل 3D Max. فعندما يكون كل عنصر موجود في لاير خاص به يسهل عملية الرسم ورفع العناصر كلها على حدة. أما إذا كان قد رفع هذا الشكل في بيئة الأوتوكاد 2D وعمل له تسطير إلى 3D Max وعمل لايرات خاصة ببيئة العمل 3D، فيمكن من خلال كل لاير وضع خامة بشكل سريع جدا. على سبيل المثال لو كنت في تصميم داخلي، الجدران الداخلية كل جدر على حدة، وفق الماتيريالز التي سوف أقوم بوضعها للجدران، المعالجات في السقف كل لاير أو كل شكل أو من العناصر على لاير خاص به. عندما اختار واحد من هذه العناصر وهو موجود في لاير معين اضع له خامة واحدة، كل العناصر الموجودة في هذا اللاير تحولت الى هذه الخامة. ففائدة اللايرز اختزال الوقت،
بشكل أساسي اختزال الوقت والسهولة في إخفاء وإظهار العناصر وتسهيل التحكم بالرسم. أتمنى أن نركز على هذه الثلاث النقاط الأساسية لللايرز. أما بالنسبة للتكنيكال أثناء الطباعة بالنسبة لللايرز في وجود عمل لاين ويب وهو يعتبر سماكة الخط، كان أريد عمل سماكة خط أثناء الطباعة. فعندما درسنا في الرسم المعماري والرسم الهندسي فلا بد من عمل الخطوط الأساسية بالحمي أو بجينة معينة للخط للخطوط الواضحة والأجسام الواضحة أو الأجسام الأساسية وخطوط رفيعة للدايمنشنز والهيدن لاين والهاتش إلى غيرها من هذه الخطوط، يتم تمريرها عن طريق اللاين ويب. أما بالنسبة إلى الترانسبيرنس وهذه خاصية جديدة يا شباب في ارتكاب 2013 2010 2013 وهي الشفافية. يعني لو أريد أن يكون نسبة شفافية اللون في هذه الشريحة 50% 30% يقوم عيش بعمل شفافية. فبيقول لي الفاليو ترانسبيرنس فاليو قيمة الشفافية أن يكون الشكل شفاف من 0 إلى 90، هذا اللي بيتكلم معاه أثناء الطباعة. طيب نجي الآن في البلوت، ألاحظ ماذا ألاحظ في البلوت يا شباب؟ أنا ممكن أمسك الشكل أو العنصر من خلال الكلر، الآن الطابعة تتعامل مع العناصر في اللايرات من خلال كلر 30 كلر 70، لو أغير هذا اللاير إلى لون ولكن اللون الأصفر وغير في ممكن ان تبدل هذا الشكل وخلاص ولا يختفي من الشكل عندما اخرج من التحليل. اللون الاحمر اختار اللون البنفسجي واختار اللون البني. اقوم برسم العناصر، اقوم برسم هذا العناصر عفوا اخلي هذا الشريط، اقوم باختيار البرتقالي واضغط على لاين ولكن هذا الشكل، أقوم باختيار اللايرز 2 وأعمل هذا العنصر ولكن سيركل إلى غير هذا العنصر، أختار بين 3 وأعمل أو أقوم بسم ريكتانجلر، أختار بين اللاير 1 وأقوم بعمل بوليجون أو بوليجون يمكن شيء مشكلة أضغط 4 سيركل وخليه بهذا الشكل أو أكرر عندي وأقول 6 وأضغط بهذا الشكل إلى آخر هذا العنصر. إذا إيش فائدة هذا الشكل؟ هذه الأشياء ألاحظ لو دخلت في اللايرز موجود معي هنا ألاحظ إنه صار معي الكلر 1 كلر 2 كلر 6 2 30 7. فائدة هذه الأشياء يا شباب أنا ممكن إذا رجعت إلى الموديل أضغط بزر اليمين وأختار Quick Select، Quick Select تحديد سريع، وأختار عن طريق العيش الكلر ومن خلال الكلر أختار اللون أو أختار قيمة هذا الكلر. لو أختار موجود معنا في هذا المكان كلر ومثل سلكت ألا في معنا الكلر الأحمر في الكلر الأصفر مثل يقول العناصر باللون الأصفر أو هذا المدرج اللون مختلفة صحيحة كويك سيلكت فنقول مثلا لايرز وطبعا كل العناصر اللي في لايرز 2 وايش بتحديدها. اذا بالفعل قبلان بتحديد 3 عناصر هذه 3 عناصر موجود في لاير 2، والدليل على ذلك لو قمت باخفاء لاير 2 الاحظ بكم اخفاء العنصرين الموجودين، ولو قمت باخفاء اللاير البنفسجي القام باخفاء هذه العناصر إلى آخره من سهولة التحكم لهذه العناصر. أقوم بإظهار أقوم بضغط مرة أخرى على هذه العناصر. الشير يا شباب إيش حكاية الشير؟ الشير شغال يا شباب، الشير شغال، الشير شغال يا شباب. طيب أعود مرة أخرى بالنسبة لللايرز، بالنسبة هذا الشرح كامل عن اللايرز. بقي معانا شيئين هما البينت، ألاحظ أن لما أضغط على البينت
أو الفيس برينت على سبيل المثال إذا أريد إلغاء مثلا طباعة كل الأشكال الموجودة في اللاير 2 سمعنا أن في الطباعة وليس في العرض أضرب على الطابعة الأحمر هو قد عمل لها رمز أحمر باللون الأحمر لو أخرج إلى المودل وأضغط على كنترول بي ثم أدخل على أخلي الإعدادات لا يهمني الإعدادات الآن بل يهمني أن هل سوف أرى اللايرز موجود معنا في الطباعة ولا لا بريفيو ألاحظ أن اللون الأحمر أو كل العناصر اللي بنسميها في اللاير اللون الأحمر غير موجود طيب لو أدخل على اللايرز وأمسك اللايرز 2 ألغي هل اختفى اللايرز 2 من العرض في الموديل في ناحية العمل أو في واجهة الرسم؟ لا لكن أضغط على كنترول بي وأدخل على الويندو وأطبع وأنزل السنتر بريفيو ألاحظ أنه قد اختفى لبيان لإخفاء جميع العناصر الموجودة في هذا اللاير أثناء الطباعة فإذا واجهتني مشكلات من الطباعة ولاحظت أن العناصر تختفي رغم أنها موجودة معي في واجهة الأوتوكاد أقوم بالدخول على اللايرز والتأكد بأنها غير مبتلى في البرنت أنا بعض الأحيان يأتي معكم واللايرز معمول بهذا الشكل يعني مكتفيين بهذا الخيارات لكن لابد ما تمسك هذا الرق وتسحبه بالاتجاه اليمين حتى تظهر بقية العناصر بقي معنا شيء هو الديسكريبشن وهو الوصف فأنا ممكن أضغط في هذا الخانة وأبدأ أكتب فيه يعني أدخل الشيء الذي تريده في هو الآن مشكلني في الطباعة فأنا أضغط على هذه الخانة وأقول له إيش أبدأ أكتب أضغط ضغط عليها بس وأكتب أنها ما نقول مثلا لون خاص بتوضيح تفشير اكتوبر وهنا اذا نقول مثلا نقول بلاط هذا برضه واحدة اقول مثلا بلاط سيراميك 60x60 وهذا هو اللايرز الخاص باور هاوس الخاص به الى ان هذا عباره عن قصاص من خلاله يتم مثلا عندما تمام الشمال الزمنيه اقول لك قوم باطفاء اللايرز الخاص بتوضيح تشير التربه او بعض سيراميك 60 في 60 من الديسكربشن على طول بيزجر لي هذه الخاصيتين ويقدر طبعا البلاد او يقوم باظهارهم على حسب ما تحب طيب اذا اردنا حذف لايرات أضغط على رقم 3 إذا ليس علينا علامة صح أي أنها اللاير السيت كرنت أن هي اللاير الفعال أثناء الرسم لاير 2 إذا ضغطت على اللاير 3 وضغطت على الديليت واختصار ألف ديليت ألاحظ أن المعالج يقول لي وي سيلكت لايرز وير نوت ديليتد بسبب ايش؟ The flying layers cannot be deleted معك ثلاث أشياء أو أربع أشياء لا يمكن خلفها اما اللاير زيرو لا يمكن حذفه يا شباب لانه الان ديب باينت يعني هو ديفولت وذا كارنت لايرز واللايرز الاساسيه المؤشر عليها لا تخلف واللايرز كونتين اوبجكت واللايرز الذي موجود فيه عناصر اللايرز الذي موجود فيه عناصر لا يمكن حذفه ولسيف ديبينينج لايرز أنا موجود فيها ملفات ملحقة، لايرز موجود معي ملف ملحق. كيف هذا؟ أنا شرحها معك. فشوف يا شباب. إذا عملت لاير هنا وليكن 8. الآن لاير مش موجود في اللاير هذا شيء أي عناصر مرسومة من قبل. لو أضغط على الإكس ألاحظ أنه بيتم حذفه. ولكن اللاير الثلاثة أضغط عليه يقول لي لا يمكن حذفه لأن موجود عناصر. فلو أقوم بإطفاء لاير ثلاثة ألاحظ أن كل المربعات هي بنفسجية، لو أضغط على واحد منها ثم بزل لي وأقول سلكت سنتر
فما أقول الجليد الآن لو أدخل على الله مرة أخرى وأقول جليد رقم ثلاثة حدث رقم ثلاثة لأنه تم حدث العناصر الموجودة داخل هذا النفس. لهذا أتمنى من الله أن نكون قد شرحنا لكم بشكل سريع ومفيد لآلية الوضع اللاوز أو التحكم باللاوز حدث اللاوز التنقل بين هذا اللاوز. وفي معانا شيء أيضا إضافي، إذا كنت بنستورد بلوكات وعناصر من مشاريع جاهزة، إذا كنت بنستورد بلوكات وأشياء من مشاريع جاهزة فموجود معايا في دائمة الابليكيشن منيوز الابليكيشنز، شوفوا مكتوب اي اوتوكاد او رمز الاوتوكاد هو اختصار الابليكيشن منيوز. ادخل على دراينج اتلوتيز او عفوا اتلوتيز نعم، ادخل على حاجة اسمها البوغ. البوغ هو يا شباب يقوم بتنظيف كل الاشياء، او مثلا اذا كان لديك لايرات بالمئات بالعشرين ثلاثين واربعين لاير كما تشعر في دمين واحد واحد، فأنا من خلال البوغ أو لو أقولها الآن بوغ أقوم بمسح البلوكات التي تم استيرادها ولم استخدمها، أقوم بمسح اللايرات، مسح كل العناصر الموجودة معك في هذا الدائمة وتمر على بوغ أو أقول لك هل أنت متأكد تحديد كل أقول بوغ أو أيتمز كلوز. لو أدخل على اللايرز ألاحظ أنه قد حذف جميع اللايرات التي لا يوجد فيها أي عناصر دايركت. من خلال هذه الطريقة تستطيع التخفيف الحمل على جهازك عندما يكون لديك مشروع كبير أو مدينة سكنية تقوم بتصميم لها أو عمل أو تكرار لها بمساحة كبيرة جدا، ولا سيما إذا كان جهازك مواصفاته لا تدعم عمل مشروع مثل هذا فلا بد أن تخفف على المشروع. أما إذا كان جهازك ممتاز لن تحس باختلاف أو بمشكلة سواء زادت أم لم تزد فأنا أجيبها من باب العلم أو المعلومة الموجودة. طيب الشيء الثاني موجود معنا في الأعلى ألغي بس الموظف موجود معي في الأعلى شيء يسمى الميت أوبجكت لايرز كارنت. إيش معنى هذا؟ معنى هذا لاحظ أن أضرب على اللون البني مجرد ما أخرج من العنصر أو من تحديد هذا العنصر أخرج منه أرجع أضغط عليه لاحظ أنه بيتغير. إذا الديفولت الآن هو لايرز 2، لو أضغط على اللايرز بروبرتيز ألاحظ من علامة الصح على لايرز 2، لكن لو أضغط على هذا ثم أضغط على هذا ألاحظ عندما أدخل مرة أخرى صار علامة الصح على ماذا يا شباب؟ على رقم 2، أي أنه الديفولت مثلا الآن أشتي أرسم كل العناصر في اللايرز نفس اللايرز الموجود في هذا العنصر، فالآن أنا أرسم سيركل نفس اللايرز سي عفوا باللغة العربية سي انتر سي انتر إلى آخره. طيب إذا أردت رسم بوليجون في نفس اللاير تبع البوليجون أضغط على ميك كارنت وأضغط الآن على بوليجون أضغط أقول له 8 أضغط في هذا المكان اختار اليمين تلاحظ أنه يبتل معي ملف في نفس اللايرز. طيب لو اختار على الخط هذا وأقول له سيت كارنت وأضغط على سيركل ألاحظ أنه قد عمل لي سيركل من نفس الآلية أو عمل لي بوليجون ثمانية بنفس هذا الآلية. وصلت معنا الفكرة يا شباب؟ إن شاء الله تكون وصلت. طيب في معانا شيء آخر، في معانا شيء آخر ويسمى العيش اللايرز بروبرتيز هو الماتش بروبرتيز. فائدة هذا اللايرز هو أنا شرحت لكم أمر يسمى الماتش بروبرتيز ولا لا يا شباب؟ شرحت لكم في الكلاب بورد شيء يسمى ماتش بروبرتيز ولا لا؟ الذي يقول اني شرحت له هذا الامر في اللغه العربيه محمد عبد الله عبد الله. طيب ما فيش مشكله والباقيين وليد محمد كمال لا. طيب طيب يا شباب ما فيش مشكله. طيب فائدة الماتش بروبرتيز يا شباب لو فتحت بلاند
مفترض من الباب يتم فتح الأسباب من مفتاح حالة مفتاح هذا العمل. طيب لاحظوا يا شباب الماتش بروبرتيز، لاحظوا الماتش بروبرتيز، لو أضرب على هذا الأمر وأضرب ماتش بروبرتيز ام اي انتر، الآن أي شيء أمر عليه، لاحظوا أي شيء أمر عليه يتحول إلى النور الخاص بهذا الفلاش، يتحول إلى النور، يتحول إلى التنسيق الخاص بالخط الموجود معه. وصلت معنا الفكرة؟ أما بالنسبة للكارد للاير كارد فهي نفس الفكرة، إن أنا عندما أضرب على هذا الشكل وأقول له سيت كارد هذا الشكل، ألاحظ أن معي صار تحول هذا اللايرز الى اللايرز الذي حددت انا عليه، هو نفس الماتش بروبرتيز، ماتش بروبرتيز حد على هذا الشكل ثم حد على هذا الشكل تم تحويله الى هذا اللايرز. اذا وضحت لديكم الفكره يا شباب اضغط على رقم واحد، اذا وضح معاكم الفكره فنضغط على رقم واحد. شايف احمد زكريا الحرم وليد عبد الفضيل، اين الباقيين يا شباب؟ محمد عطاء الله طيب. طيب زي العنصر انتقل للاير جديد، لا لما انتقل للاير جديد انتقل للاير نفس العنصر الذي حددت عليه الماتش بروبرتيز، ما هو اصلا ما يستطيع شيء من اللاير جديد، هو لا يعني اللاير جديد ولكن ينقل العناصر من لاير الى لاير اخر موجود. طيب الان نرجع الى اذا لاحظ الان انا ممكن اضغط على هذا الجد اكتب ماتش بروبرتيز وامسك على هذا العنصر واحدد هذه العناصر، لاحظوا احدد على كل العناصر هذه الموجوده واقول اريد انها ترجع للاير الخط انتر، الاحظ ان الذي استطاعت ان ترجع للاير رجعت والذي لم تستطع ان يتغير اللون تبعها، ما السبب يا شباب؟ ما السبب في ذلك؟ ما السبب في ان الجد هذا لم يقبل التغير بنفس اللون تبع هذا الجد؟ لاحظوا ما هي الاسباب؟ عفوا يا عبد الله طيب طيب يا اخ محمد شكتريك محمد بلاش عبد الله. طيب يا شباب سؤالي كان لكم واضح ما هو الفرق؟ لماذا لم يشتغل الماتش بروبرتيز؟ لم يشتغل الماتش بروبرتيز عندكم ماتش بروبرتيز لهذا الشكل، لم يتحول هذا العنصر الى هذا الشكل، ما هو السبب؟ ايش السبب يا شباب؟ السبب ان هذا الجهاز معمول في بلوك، السبب ان هذه الاشكال الموجوده امامكم هي عناصر معده مسبقا في بلوكات يتم استيرادها من مشاريع جاهزه وهو عمل متكرر وروتيني يتم يعني اخذ نفس كوبي بيست للعناصر او الرموز من مشروع لمشروع اخر لاختزال الوقت لا لصعوبه الرسم بل لاختصار الوقت، ولا الذي يستطيع رسم العنصر يستطيع رسمه بكل سهوله ولكن ليس هناك داعي لاقوم برسم هذا العنصر كل ما احتجت اليه بينما اقوم بنسخه يكون افضل. السبب في ذلك يا شباب بما انه بلوك، الان لاحظوا لو اضغط هكذا على حد جميع العناصر واقول لها اكس انتر فاشترى ايش يا شباب؟ اكس بلو تفجير، ثم ضغطت على الخط ماتش بروبرتيز وحددت كل العناصر هذا الموجود دايركت دايركت صارت ايش باللون الاصفر. لان المشكله انه لا يستطيع ان يحول الوانها بنفس لون اللاير لانه ايش صارت بلوك، ولكن البلوك نفسه يا شباب هو صار في نفس اللاير الخاص بهذا الخط. يعني الان انا لو لاحظ يا شباب الان اريد اضغط على هذا الخط، انا مش عارف اسم هذا اللاير بس لما اضغط في لايرات كثيره انا مش عارف اي واحد منها، فبالتالي ايش اعمل؟ اضغط على هذا الخط ثم اضغط على السيت كاونت اخليه هو اللاير النشط ثم اضغط على علامه البروتيز وهذا هو اللاير.
I do believe that. So, Allah has made the term a khad you know, and also a mubah. That's a mishla. It's not good, it's a yabu. طيب هذا نكون قد أكمل هل الوقت اللي انتهى معنا ولا لسه إن شاء الله؟ ما عاد إحنا بعد معنا نصف ساعة نصف ساعة طيب الآن هي أسباب بالنسبة لهذا الشهر من تم إخراج من هذا العنصر أقوم بإظهار العنصر مرة أخرى هذا بالنسبة لكل ما يتعلق باللايرز بالنسبة لهذا يا شباب ايزوليت وهذا ان ايزوليت هل قد بلاني معنى ايزوليت يا شباب ولا لا أحد عارف ايش معنى ايزوليت ايزوليت أحد عارف إيش معناها؟ أحد عارف إيش معناها من الحاضرين معنا؟ منسمنا أسامة أحمد عبد العال أشرف أي من الشباب مش معانا خالص شباب هل أحد فهم ما معنى ايزوليت؟ هل هناك أحد فهم ماذا معنى بايزوليت؟ طيب أقول من سعادتكم يا شباب هل شرحنا هذا الأمر؟ هل شرحنا هذا الأمر الموجودة كلندا؟ كشكل لندا؟ اسمه ايزوليت أوبجكت هو نفس عمل اللورات هي تقال ب 2013 فجر و 2012 اذا قلنا الرمز اللمبه هذه الموجوده امامنا انه اتاحوا لي اني ممكن اضغط على هذا اللايرز واضغط على اللمبه هذه الموجوده واقول ايزوليت اوبجكت اذا ضغطت على ايزوليت اوبجكت يختفي كل شيء ما عدا الخطوط الموجوده باللون الاحمر أضغط على اللمبة مرة أخرى وأقول End Object Isolate فيقوم بإظهار جميع العناصر مرة أخرى أقوم بالضغط على النص الموجود في Layer New Text وأضغط على هذه اللمبة وأقول Hide Object ألاحظ أنه قد أيش أعمل أخفى هذا الأنظر فقط ولم يخفي جميع هذه العناصر طيب لو أردت عملية عكسية أقول الضغط على هذا العنصر ثم أضغط على هذه اللمبة وأقول لها إيش isolate additional object ألاحظ أنه بقي هذا الأوبجكت لماذا لم يظهرين جميع العناصر الموجودة مثل هذا الخط؟ لأننا قد قمت بإخفاء واحد من هذه العناصر فأقول إن ها إذا بالفعل يا شباب جميع العناصر الموجودة في لاير خاص منتكس منتكس المفروض أن يكون موجود معنا كمنتكس ما فيش مشكلة يا شباب إذن أنا ما أضغط على ايزوليت بالشكل لو أضغط على هذا وأقول ايزوليت ألاحظ إيش تلاحظ يا شباب؟ أنه صار هذا اللاير هو الفعال الذي ممكن أرسم فيه لاحظوا أنا لو أمسك لاين وأرسم ألاحظ أكثر تعاملا مع اللاين الأساسية اللي باللون الأحمر بقية اللايرات صارت شفافة أرفع للأعلى صار إظهار الكل وهكذا الأسفل ونفس الأمر طيب بالنسبة للدي فريز أو الفريز فعارفين إيش معنى الفريز أنا لما أضغط على هذا اللاير وأقول له فريز فمعناه إنه مجنن هذا اللاير و تيرن أوف أيضا يعمل لها إيش تيرن أوف دون الدخول إلى اللاير لاحظوا يس شوفوا إيش يعمل تيرن إيش
كل شكل أكون أو كل أنصب أكون بتحديده يكون بعمل لا عيش تيرن أو كل عنصر أقول بتحديده يكون بعمل عيش تيرن أو حتى أنتهي من تحديد العناصر التي تكون بإعادة الرسم لدي في هذا المشروع. أرجو من الجميع إذا كان واضح الأشياء التي أقوم بعملها الآن في المرة العربية الواحد أحمد وحيد عبد العال عونك في مدينة هنا جوهر كمال شباب عينكم الشوط مغلق هذا الأخت يسرى أو يسرى ما ليش مشكلة أنا لو يمكن مشاركتكم أو دخولكم بالمواد الجنوبية أو في الشيء العفو ما يعني ملاحظش تمام خلصتم طيب إذا كان شباب عفوا طيب أنا سنور موجود مشكلة يا سؤال ما فيش مشكلة أنا طيب يا شباب إلى الآن هل هناك أي سؤال؟ هل اللايرز واضح معنا الآن يا شباب؟ هل اللايرز الآن موجود أهل الآن صرنا متمكنين من اللايرز بشكل جميل أو بشكل نيتف؟ أضغط على هذا اللايرز وأقوم بالترجمة للمسج عملية تجميل أريد على الكل وعملت تجميل الكل. طيب هل واضح معنا الآن؟ شرط مهم. طيب الآن؟ نعم. الآن طيب يا شباب؟ سؤال بالنسبة لللايرز إذا كان هناك أي سؤال لللايرز فنتكلم يا شباب أما إذا لم يكن هناك أي سؤال فنضغط على رقم واحد وندخل على الدايمنشنز إذا ليس هناك أي سؤال فنضغط على رقم واحد وندخل على الدايمنشنز لا بد من الشات يا شباب ولكن ما أدري إيش المشكلة خير إن شاء الله هل هناك أي سؤال بالنسبة لللايرز أنتقل إلى الدايمنشنز طيب يا شباب طيب أقوم بإغلاق هذا العمل ونبدأ في الدايمنشنز عنصر طيب اجيب شكل اشرح فيه الدايمنشنز بكل سهولة اجيب هذا مثال طيب يا شباب لاحظوا الان هذا الشكل اذا اردت بعمل القياسات الخاصة بهذا الشكل اذا اردت عمل الدايمنشن الخاص بهذا الشكل اقوم باختيار مكان موجود في هيدن أقوم باختيار Dimensions من Annotation طيب يا شباب نرجع نضع الكلام بجانبي ونركز معانا ولو دخل معانا الأول لون ما فيش أي مشكلة خذوا ما استطعتم وراجعوا بقية المحاضرات أرجو يا شباب
عدم الدخول في كلام جانبي، وركزوا معي لأنه بيشرح لنا كل المعلومة اللي نعرفها، بس أشرح لكم لازم تتمكنوا من العمل في أبيات الأوتوكاد. أدخل الآن على الهوم تاب، اسمه هوم، أدخل على شيء يسمى annotation، من الانوتيشن أدخل على أمر يسمى linear، وفي مثلث صغير العرض عليه يجيبني أنواع الانوتيشن. كان في الأوتوكاد السابق، الجميع بيدخلوا من كان موجود معانا من التولز بار أوتوكاد شيء يسمى دايمنشنز. الكل كان يعرف أن مشروع الدايمنشنز من خلاله أستطيع استخراج جميع الدايمنشنز، ولكن نحن لا نريد أن نتعود على الشكل الكلاسيكي، ولكن نتعود على النمط الجديد، الاستعراض الجديد من برامج الأوتوكاد، أقوم بتحديد اللينير. لاحظوا يا شباب، عندما أضغط على هذا الربط إلى هذا الربط وأسحب إلى الخارج، يتم من خلاله أيش؟ تحديد كم طول هذا المستطيل. هذا الطريقة الأيش الأولى. الطريقة الثانية يا شباب، من أضغط على أمر اللينير مرة أخرى، ولاحظ أنه يقول لي تحت specify face extension line، حدد النقطة الأولى. أنا لا أحدد النقطة الأولى، بل أضغط على Enter أو سبيس وأضغط على المستقيم مباشرة، يقوم بإيش؟ باستخراج هذا الخط. أيهما أسهل؟ أيهما أسهل يا شباب؟ أضغط على أمر اللينير وأحدد النقطة الأولى ثم النقطة الثانية ثم أسحب المستقيم، أم أضغط على أمر اللينير ثم إنتر ثم أضغط على هذا المستقيم؟ أنا أرى لكم الثانية لأنها أكثر احترافية واختصارا اكتب DLL، وهو للنير والالاينمنت، اختصار هما يا شباب الخطوط المستقيمة والخطوط المائلة، هو HDAL. لاحظوا يا شباب، انا الان لو اجيز DAL استطيع من خلاله ان اجيز طول هذا المستقيم، و DAL اخذ هذه النقطة مع هذه النقطة واجيب هذا النقطة هذه إلى النقطة هذه، أجيب المستقيم هذا الصغير، وفي نفس الوقت بالـ DAL إنتر أضغط على هذا الخط وأجيب البعد المائل، هذا الخط المائل. وصلت معنا؟ إذا يا شباب، بدل ما أستخدم لينير، خلاص أتجاهل من الآن اللينير، أتجاهل تماما، أخذ بس ألاين باختصار DAL، ومن خلاله استطيع اخذ اليسار في الخطوط المستقيمه والخطوط المائله في نفس الوقت. اعيد مره اخرى، اختار شكرا لك يا كمان، ولا خطوره ولا شيء، اختار DAL انتر، ثم احدد على النقطه هذه الى النقطه هذه وارفع الى الاعلى، ثم انتر لتكرار الامر، انتر الاولى لتكرار الامر، وانتر الثانيه لعدم تحديد النقطه الاولى والثانيه، واضغط على هذا الامر وارفع الى الاعلى، ثم اضغط انتر واحدد على هذا الشكل، انتر واستمر حتى اجهز على قياسات هذا الشكل. معنا اي مشكلة الان يا شباب؟ هو اسرع بالفعل. طيب بقي الان معنا قياس الدوائر. كيف نجد قياس الدوائر؟ اضغط على شيء يسمى يا شباب ريديوس او دايمتر. ايش الفرق بين الريديوس والدايمتر؟ الفرق بسيط جدا، ان الريديوس هو نصف القطر والدايمتر هو القطر كامل. فأضغط على الريديوس وآخذ هذه الدائرة الخارجية، ألاحظ أن السهم بيقول على محيط الدائرة، والنقطة موجودة في السنتر تبع الدائرة. إذا من هذا المكان إلى هذا المكان معانا الديستانس أو قيمة هذا النصف القطر 22.5 متر. أما إذا
اخذت او خليت 28.5 ملي على سنتي، ما فيش اي مشكله، بس انا الشاهد كيف نستخدم اداه الجبس. اما بالنسبه لكم حزب هذا الرسم، لما نرسم بشكل صحيح من البدايه سوف نعرف هذا باي وحده احنا بنشتغل. طيب لا اخذ مره ثانيه الدايمترز واخذ هذا الشكل واسحب. ايش الفرق بين الريدوس والدايمترز؟ الريدوس جنبي سهم واحد ورابط بمده المركز وجنبي جنب ار، كلمه ار اي نصف القطر. اما الدايمترز او يسمى صاي او هذا الرمز الموجود امامكم دائره وخط، فمعناه انه جنبي مثلث محيط ومثلث محيط لهذه الدائره، معناها قطرها كامل ثلاثه. يعني لو اريد اجيب نصف قطرها ما علي الا احول الى نصف القطر واحدد هذه الدائره وهذا نصف قطرها. وصلت معنا المعلومه؟ ما في شيء يشتغل في الريدوس ولا في الدايمتر. طيب الكل ان شاء الله واضح، الامر بسيط ما فيش اي تعديل. طيب هذا بالنسبه للدوائر. طيب لو كان هذه الدائره موجوده امامنا محدود على انها دائره، مش على اساس الان هتصير انه موجود معايا ايش؟ المسافه الان ارك، ما صارتش دائره، صح ولا لا؟ احذف القياسات وانسى. مش عارف ايش اسمه هنا، ايش اسم المدرب معانا او المدرب اللي ما فهمش. طيب ما فهمتوش نصف البر للبر؟ يوسف. طيب يا يوسف لاحظ يا يوسف ان انا اضغط على الريدوس معناه يجيب لك نصف بطر الدائره. اما لاحظ لو كان معك دائره المسافة من المكان هذا، من المكان هذا إلى هذا المكان اليمين كوردنت إلى هذا المكان كم قياسه؟ هذا يسمى ايش؟ اللي باللون الأزرق يسمى نصف القطر. طيب لو جبت لك باللون الأحمر ورسمت مستقيم من هذا المكان إلى هذا المكان اليمين كوردنت، إذا اللي باللون الأزرق هو نصف القطر، نصف قطر الدائرة. اما اذا اللون الاحمر هو قطر كامل الدائره. كم قياسهم؟ كم قياسهم؟ انت ممكن ترسم خط وتجي تفعل بي اي ال انتر وتحدد هذه النقطه الى هذه النقطه وتجيب نصف القطر تبعها. وتحدد هذا طولها، بس ليش التعب؟ وليد ابو الفضل يقول لها اختصارات، اكيد لها اختصارات يا وليد بس ما استحضرهاش الان، وقد كلمتكم في المحاضرات السابقه انه ندخل على الكستمايز، ندخل على التولز على كستمايز، وادخل على ايديت جروب بارامترز، وادخل على هذه القائمه اقوم بتكميلها وانظر الى اختصارات الدايمنشنز. دايمنشنز هذا دايمنشنز دي او ام، لا مش هنا ال اي دي او ام، دي او ام موجود معانا هنا. دي ال اي اختصار للدايمنشن والليمر، وموجوده موجوده بين هذه الاختصارات يا شباب، ولكن انا بالنسبه للريدوس والدايمترز من النادر، ولكن الدي اي ال لينير والخطوط المائيه دائما بنوجد قياسات، وبالتالي حددت اختصارها. بس موجود معانا في هذا الاختصار، احفظوها وحددوا عليها. مطلوب منك يا وليد المحاضره القادمه انت بالذات انك تجيب لنا اختصارات الدايمنشن كامله. خلاص؟ ما دام سالت اذا وجب عليك العمل. جميع زملائك شاهدين عليك. المحاضره القادمه الكل يذكرني من وليد يذكرنا باختصارات الدايمنشن. بسيط جدا يا وليد، ما بقدرش يعني بنركز على الاختصار والموجود جنبها الكلمه حق الدايمنشن، ما في اي مشكله. وسعودي درجه هنا. طيب يا شباب
أيضا الأخ يوسف عندما قال مش فاهم، لاحظ يا أخي يوسف بدل ما كان زمان نرسم خط من السنتر للدائرة وخط للدانشين وبعد أن نقيس هذا الخط، برنامج أوتوكاد وكلم أنه أضغط على بريدلس وأضغط على محيط الدائرة مباشرة فبيجيب لي إيش؟ كم نصف القطر لهذه الدائرة؟ وفي نفس المكان لو أضغط على الدانشينز وأضغط على هذه الدائرة ألاحظ إيش؟ جاب لي إيش 86 بوت 1 لو تجمع هذا الرقم أو تضربه في اثنين هذا لو تضرب هذا الرقم في اثنين تجد أنه هذا الرقم بالفعل. إذن الفاي هو القطر كامل والرديوس هو نصف القطر. وإيش فائدة ما فائدة ما إذا قال لك أن هذا قطر 86 وأنت ترسم الدائرة لابد ما تقسم 86 قسمة 2 ولما تكون 43 دون 35 تنفر من خلال هذا تستطيع رسم دائرة من مثل هذه الدائرة تماما. يوسف هل الآن وصلت لك الفكرة؟ يوسف سأل مهانا واختفى مش عارف. خير ان شاء الله. طيب يا شباب اكمل في هذا المقطع يا شباب، ارجع الى لاير هيدن واختار شيء يسمى ايش ارك لين واضغط على هذا الارك واسحب. ايش بيجيب لي يا شباب الان؟ بيجيب لي كم طول هذا القوس، كم طول هذا القوس، ايش معنى كم طول هذا القوس؟ ايش معنى كم طول؟ الان لما يقول لي 51 بين 0 5 ايش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام لو فعلت انفراد قادرين على الازعاج الموجود معنا خارج ايش نعمل اليوم هذا؟ بيحبسوا. طيب يا شباب لو هذا الان موجود معي انفراد لهذا الخط، معنى هذا الكلام لما يقول لي 51 بين 0 5 انه لو اقوم بافراد بافراد هذا الشكل المنحنى الى 51.8 51.05 هذا الخط الكبير بالنسبة للمنحنى هذا هو هذا الخط هو طوله الحقيقي بعد افراده هو هذا الجيم. لماذا نطلع قيمة هذا القوس؟ على أساس نستطيع أن نطلع قيمة الكميات والمواصفات أو الكلفة التغييرية للمشروع أو العمل هذا المبني أو هذا المنتج. محيط القوس، نعم محيط القوس. طيب يا شباب أرجع الآن لشرح حاجة اسمها الأنجلر. الأنجلر يا شباب هي الزاوية التي بين خطين، فلو ضغطت على أنجلر وضغطت على هذا الخط ثم على هذا الخط ورفعت للأعلى أنه يكون الزاوية ما بين هذا وهذا بزاوية كم؟ 52 152 درجة. أيضا لو أضغط هذا مع هذا أيكون الزاوية كم يا شباب؟ 90 درجة. بالفعل أيضا هذا مع هذا بيكون الزاوية كم؟ 128. أيضا لو ضغطت هذا مع هذا وسحبت إلى الداخل أجيب لي زاوية كم؟ 128 معكسة. لو ارتفعت الأعلى أقول لي 52 درجة. وهكذا يا شباب. بالنسبة للزاوية أجي بعد ذلك إلى الأوردينيت. أوردينيت يا شباب هو الإحداثي، نقطة الإحداثيات. أنا شرحت لكم عالية كان زمان يرسموا بنقاط الإحداثيات وخاصة المهندسين المدنيين بيحتاج لنقاط الإحداثيات. مثلا لو افترضنا هذه النقطة لهذا السيخ أو كان سيخ حديد كم الإحداثية تبعت أي نقطة؟ الإكس والواي. أجي أدخل على دايمنشنز أدخل على شيء اسمه أوردينيت أجي أنضغط على نقطة السنتر لو تحركت باتجاه الإكس يجيبني قيمة إكس ولو اضغط على الكورنيت مرة أخرى وتحركت باتجاه الواي تجيبني قيمة ايش؟ واي. معنى ذلك ماذا أعني بذلك؟ أعني ذلك لو أخذت هذا الهاتش اللون الأصفر وكتبت هنا اللاين انتر ثم أدخلت هنا نقطة البداية لهذا الخط 2 3 6 بين 9 1
فاصلة واحد خمسة ثلاثة بوينت واحد انتر. ألاحظ أن الخط لابد ما يذهب إلى هذا النقطة. أنا قد صار معانا في إيش؟ نعم هذا صار معانا مربوط في هذا النقطة. ما يصير معانا مربوط في هذا النقطة نقطة الإحداثيات أو نقطة الأصل. لا يا وليد نقطة الأصل أو نقطة المرجع هي زيرو بين زيرو. إحنا عندنا نقطة الأصل أو المرجع صفر بين صفر. ولكن هنا ممكن للشكل هذا بوجود الفراغ في أي مسافة من الإكس وأي مسافة من الواي. هذا كان محتاجين لو بنرسم بإحداثيات لو كنا بنرسم نفس ما شرحت لكم اليوم من الأيام شرحت لكم عملية الأوردينيت أو الكوردينيت. الكوردينيت كنا كنا نظام المتقاعد يتم الرسم من خلال ثلاثة أنواع. النظام الديكارتي المطلق والنظام الديكارتي النسبي والنظام الديكارتي والنظام النسبي القطبي. هل احد من الحاضرين معنا عاد يذاكر هذا الشيء؟ هل احد من الحاضرين معنا عاد يذاكر هذا الشيء؟ هل احد من الحاضرين ذاكر هذا الشيء؟ مش عارف الشباب فين راحوا. طيب يا شباب طيب ما فيش مشكلة انا سؤالي يا شباب هل احد ذاكر الامثلة اللي جبتها للكوردينيت الكوردينيت نظام الاحداثي مش قلت من ثلاث انظمة احداثيات النظام الاحداثي المطلق الديكارتي المطلق والنظام الديكارتي النسبي والنظام الديكارتي النسبي ديكارتي والنظام الديكارتي النسبي القطبي او النظام النسبي القطبي. وجبت لكم ثلاث امثله ورسمت انا وانتم بالكيبورد بالكيبورد كل ادخال مين استخدمت الماوس نهائيا الماوس لم استخدمه نهائيا فأرجو من الشباب مراجعة المحاضرات التي تم تنزيلها وسوف تجدونها في المحاضرة لا أذكر في أي محاضرة أظن في المحاضرة الثانية هنا تقسم الثالثة هي الخامسة الثالثة نعم أحسنت يا كمان هي المحاضرة الثالثة أظن المحاضرة الثالثة نعم طيب هنا مخلص على الجلد يا شباب يعني لي كسر الجلد يعني لي كسر لما تلاحظوها لاحظوا يا شباب يعني ممكن اجيب هذا عندما احتاج شكل على شكل يعني يجيب لي الار بس خط على خط مثلا لما تكون اكثر من دائره داخل واشتي افعل تكسير لهذا الخط وايضا موجود معاه لاحظوا الان موجود معاه هذه الدائره وهذه الدائره دائرتين بنفس القياس ما فيش داعي اعمل قياس لهذه القياس لهذه الدائره اضغط على هذا الان ليفر أو أضغط على عفوا ممكن أضغط على أد مور طيب أضغط على هذا وأحدد على الدائرة هذه وأسحب بهذا الآلية وأكتب إيش يا شباب أنا ممكن لحظة أول شيء أزيد كم نصف القدر تبعها الريدس الريدس تبعها كم الآر 7.5 ادخل على الليبر اعيد مره ثانيه عليه اضغط على الدائره واسحب لهذا المكان واكتب على ايش 2 سيركل ار 7.5 سنتيمتر مثلا متر ألاحظ انه ايش كتب لي بس
خط كبير جدا. أقوم بتزوير الخط إلى بوينت واحد، لا صغير مرة، خلي واحد أو واحد ممتاز أو اثنين أو اثنين ممتاز. ها أقوم بسحبه واحد خانة. إذا يا شباب أنا إيش بسوي؟ بترمي دائرتين تو سيركل الرديوس لها 7.5 سنتيمتر. هل واضح يا شباب من هنا بس؟ هل واضح من هنا الرديوس؟ كيف كتابة الملاحظة حاضرة هنا؟ أولا أقوم بعمل إيش؟ أستخدم الرديوس، أنا مش عارف كم نصف القبرة هالبول. أقول بس أعرف هو 7.5، خلاص عرفت أن نصف القدر من هذا الدائرة 7.5، أحضر هذا الشكل. الآن أخذ الأمر اللي تحت اللي اسمه الليدر أو الليدر، أضرب على نصف المركز الدائري وأسحب إلى الخارج. مجرد ما أخرج من الأمر تجي لي داخلية النص، أقول له تو سيركل تو سيركل الرديوس ار، انا بكتبها كتابه 7.5 سنتيمتر، كنترول انتر. هذا ايش؟ تم عمل هذا. الاحظ ان الكتابه كبيره، اضغط دبل كليك على الكتابه ثم دبل كليك يعمل لي تضمين. ثم اجي في الحجم واقول له ايش؟ اثنين. اثنين ايضا ايش؟ ما زال كبير. طيب واحد ونص. واحد ونص مناسب، كنترول انتر، صار مين؟ واحد ونص. وضحت معانا يا شباب؟ انا عدتها المرة الثانية. واضح معانا؟ هل واضح معانا يا شباب؟ أقول الشباب اليوم مدوخين، يا شباب زيدتوا زبيب وجعلت العيد ليس. كنتم معايا كويس. الله يفتح عليك. احمد عبد العال ولا سوى ولا سوى. والجوهر معاك مليون غالي. الله يفتح عليك. طيب ما فيش مشكلة يا سوى. انا اعذر الجميع يمكن موت اول سبب اخرى. طيب يا سوى. أجي الآن حتى في معانا نوري، في معانا كمين، في معانا جوهر، أحمد، كمال، كثير من الآن حتى في معانا شخص تم إرسال تمرين بلان إكسرسايز تمرين اسمه كريم عمر. أشكركم جميعا عدد قليل ليس بالكثير ولكن يكفيني الجميع. كانوا من 250 الى 20 متدرب، ما فيش عندنا معنى. المهم ان هذا الشيء موجود بمحصله طيبه وعمل جيد في برنامج الاتكال. طيب يا شباب، لاحظوا الان موجود معايا هذا الرسم، هذا الرسم السيركل. لو اجي للليدر، لو اجي للليدر يا شباب، لو اجي للليدر واختار على اد، اختار على اد وأضرب على الليبر هذا وأقوم إيش؟ بتوصيله لهذا الركن اللي مين متر. إيش لاحظتم يا شباب؟ مش هكذا أجمل؟ أن الدائرة هذه والدائرة هذه قياسهما تسجل الريبس 7.5. وصلت معنا الفكرة يا شباب؟ وأيضا ممكن نزيد أفعل إضافة لهذا الشكل لكي لهذه الدائرة الملمتر، فغير مكان هذا بس. وبهذا يصير لي كم؟ ثلاث ايش؟ ليبر او ثلاث عناصر للسيركل بحجم واحد. طيب يا شباب، الان في موجود معانا هنا ريموف، انا ممكن احذف هذا اللي هو انتر، حذفت الليبل. انا ما
ممكن ألاين عن المحاضرة مثلا المحاضرة بالشكل هذا من لا بس المحاضرة تتم مع شكلين من نفس النوع ما فيش معين هنا ما يمكن نتعلم محاضرة يعني لو معي نمرين ما شكل يجيب لي على شكل واحد لو أجيب هذا من هنا لا ما يجيبش طيب لو أجيب هذا من هنا ما يجيبش معانا ما فيش أي مشكلة نمشي نعرف كيف نبيه وكيف نخلف بالنسبة للاللاين ليفر لو أطلق الماوس على اللاين ليفر لاحظوا بيقول لك معاك ليفر رقم واحد وليفر رقم اثنين وليفر رقم ثلاثة لعمل محاضرة لهذا الليفرات ايش تعمل؟ بهذا العلية لو جينا طبقناها في هذا المكان لو جبت انا الليفر رقم واحد وكتبت اي ارقام كنترول انتر وجبت الليبر بدل واكتب كتابه صحيحه طيب لو اكتب هذا الامر واكتب مثلا سير كم 4 من 45 سنتي كنترول انتر الآن جبت ايش؟ ليفر رقم واحد. طيب لو أجيب ليفر رقم اثنين لو أفعل هذا نفس النسخ. نفس النسخ اللي هذا ممكن. كنترول سي وكنترول في وأمسك وأحرك النسخة. وأمسك هذا كنترول سي كنترول في وأحرك اللي هذا ممكن. ايش لاحظ؟ لاحظ ان الثلاثة مش متزنات مش على حدود واحد. فأقوم اختار على الين الاول والثاني والثالث اليمين انتر المفروض ايش اعمل بمحاضرات هذا الدورة ايش بيقول لي هنا السيرفر نيد تو الاين اوبشنز اسبيسيفيك سبيسينج هل تحدد لي على مسافة برل طيب يقول لي على مسافة أو موازي برد موازي لهذا الخط طيب برد لك الخط طيب برد خط هذا الخط طيب لو ضغطت مرة أخرى هذا مهارة مهارة يمين على هذا ايش نحدد هذا اوبشنز description of species using use bold ماش انا بقاش مشكلة من هنا انا لو خليت عليها من ميزة الارتفاع 2013 طيب لو وضعت الماوس على الرمز لاحظ انه موجود معايا ايش؟ واحد واثنين وثلاثة بيطلب مني ايش؟ اختيار رقم واحد واثنين وثلاثة ثم اختيار رقم أربعة بيصير انه يعني اختار الكل ثم اختار واحد يكون هو المرجع له المشكلة هذه الأوامر من النادر ما نستخدمهاش بشكل دائم فبالتالي يستهدف نسيانها مثلا ضغطت على هذا واثنين وثلاثة اليمين واختار رقم واحد شوف الان ايش حصل صار محاضرة للكل بنفس الشكل تفضلي اسراء لفت اسراء تفضلي لفت اسراء ممكن حضرتك ايش المطلوب مرة أخرى للشباب أريد من الشباب هل واضح الآن؟ هل واضح الآن؟ مسألة ولا لا؟ كنترول زد ألاحظ إيش ضرب مني؟ إيش مطلوب مني؟ واحد المحاضرة أضغط على الأول والثاني والثالث ثم باليمين ثم أختار الشكل اللي الكل يعمل المحاضرة له واضغط عليه
راح من كل يسار محاذاة الشكل هذا، يعني من هذا المكان كل يسارين محاذاته. طيب لو ارجع على الكولكت انتظر ابص عليك واشوف واحد واثنين وثلاثة واربعة، ايش يجيب؟ واحد واثنين وثلاثة يخطهم فوق بعض على شكل واحد، لأنه بيتعلم متتابع إذا كان بدائرة واحدة. إذا لو أخذت هذا وحطيت على هذا ثم على هذا ثم على هذا باليمين وحطيت على هذا وضربت عليه، إيش حصل يا شباب؟ إيش في لحظة حصل؟ إنه صار سيركل 45 سنتيمتر، هو كله واحد، الدمج الكل دي واحد. طيب الجدول وعرفنا ايش هو الجدول والتكست وعرفنا كيف آلية عمل النصوص، وبالنسبة للتعديل في الدايمنشنز فما علي إلا كتابة دي حرف دي. موجود معي يا شباب لاير، موجود معي لاير لاير اسمه annotate، مش موجود معي في البوم annotation. لما اروح على annotate سوف الاحظ الدايمنشنز بشكل اوضح وخيارات اكثر من الموجود معانا في الهوم. هي نفس الذي قمت بشرحها، وهذا الاضافات بالنسبه لما يخص المهندسين المدنيين اتمنى ان يراجعوها، حتى هذا بالنسبه للمربعات لو لاحظوا اكتب تكستايل، وهنا اكتب سيراميك، وهنا اكتب اي بي سي، وهنا اكتب وول 1 وول 2، وهنا اكتب سي بي اي اف، وادور على اوكي. الاحظ انه قد تم عمل جدول تكستايل سيراميك واي بي سي وول وول 2 دي، وهذا الجدول يساعدني مثلا في بعض الاحيان لاحظ انهم يكتبون في المخططات يقوم بتقسيم المخطط الى قسمين او اربع اقسام، ميد بوينت نفس الشيء ميد بوينت من هذه النقطة إلى ميد بوينت إلى هذه النقطة. ألاحظ أن يجي يكتب لي هنا A و B و C و D، ومعنى الـ A و B و C يكون الـ A عبارة عن بلاط موزايكو و الـ C عبارة عن السقف خرساني سماكة كذا كذا، و الـ C عبارة عن جدران مطلي بلون زيتي أو بدهان زيتي إلى آخره من المعطيات الموجودة في البيانات الهندسية، ولكن لا أعرف بس من أين تأتي أو كيف نعدل في هذا البيان. وموجود معنا في هذا بالنسبة للأنوتيشن بشكل عام. بقي شيء واحد لم أقوم بشرحه في الدايمنشنز، وهو لما نظر على الدي إنتر، وهو التحكم بالدايمنشنز ستايل مانجر، اللي هو ادخل من الموديفاي ومن خلاله اقوم بعمل اعدادات خاصه بالنسبه للدايمنشنز. كم بقي لدينا من الوقت؟ 6 دقائق. نكتفي بهذا يا شباب، نكتفي بهذا. بقي لدينا من الوقت 6 دقائق، فانا اظن ان نكتفي بهذا القدر من هذا اليوم، وإن شاء الله في المحاضرة السابقة سوف المحاضرة القادمة سوف أنتهي من عمل إعدادات للدايمنشنز ونطبقها على بلان، وهو البلان الذي تم عمله. ما زلت أذكر يوميا لأنني قد رفعت في المحاضرة السابقة البلان بهذا الشكل، أنا قد رفعت بلان لكن بهذا الشكل وبهذه القياسات لم يصلني إلا من 2 فقط، وبالنسبة للباقيين لم يصل، ف
فأحب التكتير من الجميع لأني بني درس من هذا البلان وقد تم تنزيل هذا البلان في الأثنين كان خاص بالدورة مدى الأكاديمية فأرضي من جميع الدخول وأخذ هذا الصورة وتطبيق هذا البلان ورسم هذا البلان على أساس المحاضرة السابقة من المحاضرة القادمة نطبق الأبعاد والقياسات ونعمل أبعاد صغيرة وأبعاد كبيرة ونضبط البلان بشكل صحيح. للمرة الأخيرة أقول إضافة 5 دقائق. طيب الآن أكتفي بهذا الجزء أو بهذا الشرح من برنامج الأوتوكاد للمحاضرة التاسعة في بيئة 2D بني لدينا يا شباب 4 لنتي نوصل إلى 15 محاضرة بمقدار 30 ساعة في 2D وبعد ذلك ننتقل إلى 3D. فإن شاء الله المحاضرة القادمة سوف نبين برسم أشكال أكثر تعليما في التصميم الداخلي والمعماري وإلى غيرها نتمكن من الرسم بالأدوات الأوتوكاد وبعد ذلك ننتقل إلى اللاي أوت آلية إعداد ورق الطباعة والتحكم بالسكيل أو طباعتها بشكل صحيح ثم ذلك تم تحويلها إلى PDF وطباعتها في أي مكان دون الحاجة إلى طباعة للبلان في مكاتب هندسية خاصة إلا إذا كان حجم البلان أكبر من الـ A3 فلا بد من الرجوع إلى طابعة في مكاتب هندسية بلوتر أو بلوتر. فالآن بقي لدينا من الوقت 10 دقائق إلى 15 دقيقة. أتمنى إذا هناك أي سؤال أو استفسار مما تم أخذه اليوم أن تتفضلوا بالسؤال. بالنسبة للأخت إيمان عبد الهادي تقول السلام عليكم ورحمة الله، إذا دخلت الآن في الكورس أقدر أفهم ولا لازم من الأول نفسي أفهم أوتوكاد؟ جدا ممكن يا شباب، ممكن يا أخت إيمان تواصل معنا، ما في شيء مانع، بس المهم أن تقوم بمراجعة وتنزيل المحاضرات التي فاتت بالنسبة لكمان محاضرات وتواصل من المحاضرة العاشرة وما فيش أي مشكلة. أخي أحمد عبد العال يقول كل الدروس السابقة موجودة على اليوتيوب يا أخت إيمان، هذا مرجو من الأخت يسرى إسراء تنزيل رابط الإيفنت. ها هي الأخت إسراء نزلت لكم رابط لجميع المحاضرات الموجودة في التصميم الداخلي يا شباب، وهذا أنا أقول بفتحة أمامكم من 1 إلى 8 وهي المحاضرة الثامنة التي تم شرحها سابقا. شكرا للأخت إسراء. طيب أطلب من الإخوان الحاضرين معنا بالنسبة للشرح، هل هناك أي سؤال لشرح اليوم؟ إن شاء الله أكون قد بذلك أنهيت اللايرز واللاينز. يرجع لدينا البلوكس والجروب، إن شاء الله لم نلحق شرحهم اليوم وكنت أتمنى أن أجهز عليهما، ولكن قدر الله ما شاء فعل وأسعى في الوقت لهذا الخبر. طيب إذا نكتفي بهذا الجروب وشكرا للأخت إسراء وحضورها معنا تواجدي في دعم الفني، وأتمنى من الجميع أن يكونوا قد استفادوا من المحاضرة التاسعة لبرنامج أوتوكاد 2013 2D Motion and 3D Motion، ونشوفكم إن شاء الله يوم الخميس من الساعة 10 بتوقيت القاهرة ومن الساعة 9 الساعة 11 بتوقيت صنعاء، والمعذرة من أي تقصير وأعذرونا من تأخيري وذلك بسبب مشكلة في النت وعدم ارتباط النت فصل. وإن تأخرت يا شباب ولم أعتذر للدعم الفني، فاعلموا أنني موجود معكم وفيه
هناك مشكلة تواجهني إما في النت أو في أي أو في الكهرباء أو شيء من القبيل، أما إذا اعتذرت فالدعم الفني أو أخوان في الدعم الفني سوف يبلغوني، لأنني لا أستطيع إعطاء محاضرة في الوقت الراهن ويتم تعجيلها لوقت آخر. بالنسبة لكل حسن تسألنا أوتوكاد إلكتريك بليز. بالنسبة للأوتوكاد الكهربائي هو لو تكون معنا في الأوتوكاد الآن، وإذا خلصنا الأوتوكاد الجنرال ممكن ندخل في الأوتوكاد الإلكتريكال إن شاء الله. نخلص الأول ثم ننتقل إلى الثاني أخ العزيز. الخميس بعد بكرة، نعم بعد بكرة من الساعة الثانية إلى الساعة الحادية عشر أو الساعة العاشرة بتوقيت الظهر. إلكتريك نعم الكهربائي. طيب خلاص يا شباب أستاذنكم ونشوفكم إن شاء الله على خير. إذا نكتفي بهذا. طيب أخت أسراء هل تريدي أن تبلغ المفتوحة أن أغلقها؟ ونحن بهذا تسجيل هذه المحاضرة.